أسلوب الاستفهام. الاستفهام يعني السؤال عما نريد معرفته. أدوات الاستفهام: أين؟ للسؤال عن المكان. أين كتابك؟ كتابي في الحقيبة. أين ذهبت بالأمس؟ ذهبت بالأمس إلى بيت جدتي. متى؟ للسؤال عن الوقت. متى تستيقظ؟ أستيقظ الساعة 6 صباحا. متى تبدأ التدريب؟ أبدأ التدريب الأسبوع المقبل. كيف؟ للسؤال عن الحال أو الكيفية. كيف حالك؟ أنا بخير، شكرا. كيف تذهب إلى المدرسة؟ أذهب إلى المدرسة بالسيارة. كم؟ للسؤال عن العدد. كم كتابا قرأت؟ قرأت 20 كتابا. كم تلميذا في فصلك؟ في فصلي 30 تلميذا. من؟ للسؤال عن العاقل. من هذه الفتاة؟ هذه أختي. من يريد تناول الغداء؟ أنا أريد تناول الغداء. ما وماذا؟ للسؤال عن غير العاقل. ما هذا؟ هذا أسد. ما لونك المفضل؟ لوني المفضل هو الأزرق. ماذا تحب أن تكون؟ أحب أن أكون طبيباً. لماذا؟ للسؤال عن السبب. لماذا تذهب إلى المدرسة؟ أذهب إلى المدرسة لأتعلم. هل؟ للسؤال عن مضمون الجملة. هل فهمت الدرس؟ الهمزة أيضاً تستخدم للسؤال عن مضمون الجملة. أفهمت الدرس؟ ونجيب بنعم أو لا. نعم، فهمت الدرس. لا، لم أفهم الدرس. أدوات الاستفهام: أين؟ متى؟ كيف؟ كم؟ ما وماذا؟ من؟ لماذا؟ هل؟ والهمزة.